طبعا اليوم مستشفى الحسين وجريمة ينطلق عليه مستشفى الحسين ومستشفى صدام سابقا، والله العظيم وقسما برب الكعبة شمية خيسة ما شامها بحياتي، وانا كل شي شايف وكل شي مشتم، جيفة وخيسة وفطايس وكلها شامها، ما شفت مثل خيسة اليوم. ناشد من وياهل تعاتب وتعاتبه، وياهل يعرف الفشل، وياهل عنده مخافة الله وتحاكيه. قسما برب الكعبة اليوم الأهانة الجاي تنهانها العوائل المتعففة والمساكين والفقراء بهاي المستشفيات الحكومية، والله العظيم يا كل واحد صار وزير صحة المفروض يعدم بالشارع. كل واحد استلم وزارة الصحة وحال الصحة هيك بالعراق، قسما بالله ما عدمه، قسما برب الكعبة لو عندي سلطة يومية اخذ منه كيلو لمن يخلص، لو يعترف منه قايل له لا تسوي الصحة هيك، قسما برب الكعبة يا لو عندي سلطة على كل واحد رئيس وزراء استلم، والله العظيم اواريه نجوم الظهر، نجوم الظهر اخليه يشوفن بعينه، بس سلطة ما احنا سلطتنا بس الله، احنا انتكالنا بس الله، ويطلع ويبرز عضلاته. تم الافتتاح وتم الافتتاح، وانا اهتمامي بالصحة يا رئيس الوزراء، والله راح تشوف عقاب من رب العالمين، قسما برب الكعبة ما شايف احد قبلك، انت وكل واحد استلموا حكم العراق، كل واحد استلموا حكم العراق على هذا الواقع المخزي اللي يفشل اللي يلطم، والله العظيم عيب ومخازي. انتم تحكمون لكم بلد ضحى بشهداء تسوى شواربكم، والله جريمة. هاي المستشفيات تاخذون عليها 5000 زيارة، 10000 دخولية، 5000 باص، والله زحمة، والله عيب، والله مخازي. دور المشكلة شيوخك شيوخ مساندتك، والله العظيم تتحاسبون انتم الحكومة والشيوخ العشائر السفلة العارات اللي مساندتكم، والله العظيم وكل ذي الولوغ يتلوق لكم يتحاسب اشد محاسبة، كل هاي الفقراء تحاسبكم، ولكم اليوم شمية خيسة والدور الكارثة بالمصعد، والله ما شايفها، والله ما شايفها، والله العظيم لو هاي شميت اسبوع وتجي توقف يمها ما تشميه الجريحة. الهي كيفك، كل شيء ما عندك، بس انت حرام علي بالحرام، كل شيء ما انت اللي جاي تشوف، وهاي الفقراء فقراءك، عيالك عيال الله الفقراء، وهاي الحكومة هيك بيسبيه.